أهلا بكم. غادر ولد الشيخ صنعاء دون أن تتضح ملامح أي اتفاق مع وفد الميليشيا، لكنه لم ينسى أن يقول كل الأطراف تعرقل الاتفاق، فيما كان الرئيس هادي في ذات الوقت من الرياض يجدد رفضه خطة السلام بشكل قاطع هذه المرة. الرئيس الشرعي هادي أرجع ذلك إلى كونها أي الخطة تحافظ على بقاء الميليشيات وتسمح باحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، ولأنها انطلقت من منطلقات خاطئة فكان مضمونها خاطئا ونتائجها خاطئة ومنحرفة. ذلك ما قاله هادي أمام لقاء موسع مع مكونات سلطته، حين أكد أيضا أن خطة السلام نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها، وهو الانقلاب وما ترتب عليه. نتوقف في هذه الحلقة عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: مصير خارطة السلام مع استمرار رفض الحكومة، وخيارات الحكومة بعد هذا الرفض القاطع الذي أعلنه الرئيس هادي. إذن تتصاعد لهجة الحكومة في مواجهة خارطة ولد الشيخ التي يبدو أنها لم تحصل بعد حتى على موافقة الطرف الانقلابي في صنعاء، رغم ما تؤكده الحكومة من انحيازها لمطالبهم وتجاهلها مطالب السلطة الشرعية. تحركات الشرعية انتقلت من طلب المساندة الشعبية إلى الفعل السياسي عقب تأجيل طرح القرار البريطاني للنقاش في مجلس الأمن، وهو القرار الذي كان يدعم الخارطة ويسعى لفرض حل أممي بعيدا عن مرجعيات الحل المتفق عليها بما فيها القرار الأممي السابق 2216. في هذه اللحظة تبدو الحكومة مستعدة لمواجهة مفتوحة مع متطلبات الحل المطروح، ولكن ما هي خياراتها في هذه المواجهة؟ هذا ما سنطرحه على ضيوفنا، ولكن بعد هذا التقرير. أجواء ضبابية تلف مسار الأزمة اليمنية بعد خطة ولد الشيخ التي تحظى بدعم دولي، لكنها لا تزال تواجه رفضا قويا من قبل أطراف الأزمة، مع اختلاف الأسباب والمطالب بين الحكومة في الرياض وسلطة الانقلابيين في صنعاء. تبدو الحكومة أكثر إصرارا على رفض الخطة، بل وتعدها انقلابا آخر، وتعمل على حشد قدراتها لمواجهة هذه الخارطة وإفشالها، لأنها بحسب رؤية الحكومة تتناقض مع المرجعيات الأساسية للحل. في هذه اللحظة تبحث السلطة الشرعية في جعبتها عما تبقى من خيارات لمواجهة ما يمكن اعتباره انقلابا في الموقف الدولي. وبعد نجاحها في اختبار الشعبية انتقلت السلطة الشرعية درجة أخرى من التصعيد مع خارطة ولد الشيخ. في الرياض التقى الرئيس هادي بمكونات سلطته مجددا رفضه خطة السلام بشكل قاطع هذه المرة، مرجعا ذلك لكون الخطة تحافظ على بقاء الميليشيات وتسمح باحتفاظها بالسلاح والمؤسسات، ولأنها انطلقت من منطلقات خاطئة كان مضمونها خاطئا ونتائجها خاطئة ومنحرفة حسب قوله، مؤكدا أن خطة السلام نسيت أو تناست جذر المشكلة وأساسها، وهو الانقلاب وما ترتب عليه. في مجلس الأمن نجحت الحكومة بمساعدة المملكة العربية السعودية في إيقاف المشاورات حول مشروع قرار بريطاني يدعم خارطة ولد الشيخ. وبحسب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة فإن مشروع القرار لا جدوى له من حيث المحتوى ولا يأتي في التوقيت المناسب، وتكمن خطورته في أنه قد يفضي لنتائج غير مرجوة لا تسهم في تمهيد الطريق للسلام المستدام الذي يتطلع المجتمع الدولي لتحقيقه في اليمن. وسط كل هذا يبدو الخيار العسكري الذي طالما كان يشار إليه باعتبار الخيار الأول والأوحد للتعامل مع الحالة القائمة خيارا مجمدا حتى حين، فيما لا يزال الأفق محملا بالكثير من المتغيرات التي يمكن أن تأخذ الأزمة اليمنية باتجاهات ليس الحل السياسي أقربها. ينضم إلينا الآن من الرياض رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات نجيب غلاب. مساء الخير سيد نجيب. يا مساء النور والعافية. أهلا بك سيد نجيب. الرئيس هادي أعلن اليوم رفضه القاطع لخارطة ولد الشيخ. في ذات الوقت ولد الشيخ أكد أن خطته غير قابلة للتعديل بحسب الكثير من المصادر. برأيك إلى أين تمضي الأزمة اليمنية على ضوء هذه التطورات؟ أولا رؤية الحكومة الشرعية واضحة، هذه المبادرة تتناقض بشكل كامل مع مخرجات يعني مع كل المرجعيات، بل أنها كما قال الرئيس هادي تكافئ الانقلاب ولا تقود إلى سلام مستدام، بل أن نتائجها الفعلية هي ستقود اليمن إلى حالة من الفوضى والملشنة، يعني بمعنى أن المجتمع كله سيملشن، لأنه لم المجتمع اليمني والشعب اليمني لم يقبل يعني الحركة الحوثية وإعادة إنتاج انقلابها
عبر الطاولة الأممية. الشرعية وكل أطراف الشرعية لديهم يقين كامل أنه إن لم يكن هناك سلام وفق المرجعيات فعملية التحرير مستمرة، يعني لن تتوقف. وبالتالي يعني أنا من وجهة نظري أن هذه المقترح اللي قدم ليس فقط الشرعية رافضة له، حتى أطراف الإنجلات بشكل أو بآخر هم رافضين هذا المقترح. وبالتالي الأمم المتحدة قدمت ورقة غير قاب، يعني لا كل الأطراف اليمنية رافضوا لها وكل واحد لديه مبرراته. صحيح أن هناك تناقض فيما يخص المبررات، لكن هذا دليل أن الأمم المتحدة غير قادرة على أن تتعامل يعني مع المرجعيات بطريقة صحيحة. هي تحاول أن تمالئ الإنقلاب وتحاول أن تعيد إنتاجه، لكن الإنقلاب نفسه أيضا يرفض هذا المقترح ويعتبره وكأنه انتقاص من حقه. بما يعني أنه فكرة استمرار الصراع والحرب ما زالت هي القائمة. طيب، يعني عندما غادر ولد الشيخ وتأكيدا لما طرحته أنت، رد على الصحفيين بقوله أن جميع الأطراف تعرقل الخطة. طيب، في حال فشل التوصل إلى اتفاق، ما الذي قد يتبع هذه التحركات؟ هل من الممكن أن نرى مثلا توجها من قبل المجتمع الدولي لمعاقبة الطرفين أو فرض حل أممي؟ الأمم المتحدة لو كانت قادرة على أن تولي، والمجتمع الدولي لو كانوا قادرين على فرض الحل، كان لدينا قرار مجلس الأمن 2216 وهذا كان خارطة طريق واضحة. اليوم المجتمع الدولي والأمم المتحدة تراجعوا بشكل أو بآخر يعني عن هذا القرار. صحيح أنه موجود داخل المقترح وينص أن المرجعيات ثابتة، لكن من ناحية عملية هذه المرجعيات يعني لم تعد موجودة. من يعني لو قرأنا تفاصيل المقترح الذي قدم لن نجد لهذه المرجعيات مكان. لا قرار مجلس الأمن كمرجعية أساسية كمرجعية للحل، ولا حتى مخرجات الحوار، ولا مشروع الدستور، ولا المبادرة الخليجية. كل المرجعيات منفية من خلال هذه الورقة، وبالتالي وكأنهم يريدوا أن يؤسسوا لمرحلة جديدة. هذه المرحلة التي يؤسسوا لها، ما هي القوة التي ملكتها المنظومة الدولية أو الأمم المتحدة مثلا لإجبار الحوثيين؟ وهم جرفوا عملية سياسية كاملة، كان المجتمع الدولي والأمم المتحدة هي من تشرف بشكل أساسي على هذه العملية. جرفوها وانقلبوا وفرضوا سلطة أمر واقع. وبالتالي الرسالة التي يوجهها المجتمع الدولي اليوم للأطراف الشرعية يقول لهم بشكل واضح أن القوة هي الخيار والمحدد الأساسي أمامكم علشان تدافعوا عن أنفسكم وتحموا جمهوريتكم وتحموا شرعيتكم. لكن لأننا اليوم نرسل رسالة لكم أن احنا كان يعني إذا لم تمتلكوا القوة الكافية بالإمكان أن نعترف بالإنقلاب. الإنقلاب اليوم فرض سلطة أمر واقع ليس فقط على اليمين بل حتى على المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة، ويريدوا أن يشرعنوا له من خلال خلق شرعية جديدة. هذه الشرعية الجديدة المهيمن والمسيطر عليها هي الميليشيا، لا الأطراف اليمنية الأخرى ولا الشرعية ولا حتى الجيش الوطني ولا حتى المؤسسات الدولة. بمعنى وكأنه يريد أن يسلموا البلاد للحوثي، وهذه المسألة لن يقبل بها الشعب اليمني. حتى الأطراف طيب هذا واضح، الانقلاب لن تقبل بهذه المسألة. طيب هذا واضح أستاذ نجيب من خلال ردة الفعل الشعبية التي كانت، ومن خلال رفض الطرف الانقلابي إلى لهذه الخريطة إلى الآن. لكن أنت تحدثت قبل قليل على موضوع أن لو كانت الأمم المتحدة قادرة أو تريد لفرضت الحل عبر القرار 2216، لكن هناك من يقول أن في تلك الأحيان أو في تلك اللحظة عندما صدر هذا القرار لم تكن هناك إرادة أممية لحل سريع في اليمن. الآن هناك تكلفة مدنية تتعالى، هل من يعني جديد في الأسباب التي قد تدفع الأمم المتحدة عبر الدول العظمى لفرض هذا الحل عبر قرار جديد؟ يعني الرسالة التي تريد أن توصلها لنا الأمم المتحدة والأطراف الدولية رسالة واضحة، يعني أنهم متعاطفين ومتحيزين للإنقلاب ويريدوا أن يشرعنوا لهذا الإنقلاب. يعني أنت تخيل عندما بدأت عاصفة الحزم، يعني بدأنا من الصفر، وعندما بدأ الجيش الوطني لم نكن نملك لا جيش وطني ولا مقاومة ولا أرض محررة، ورغم هذا ما كان بإمكاننا أن نقبل حل مثل هذا الذي يقدم اليوم. فكيف بإمكاننا أن نقبل حل مثل هذا ونحن لدينا 80% من المناطق محررة؟ صح أن هناك إشكاليات ومشاكل كثيرة، لكن هذا طبيعة الحرب وطبيعة إدارة الصراع،
وطبيعة يعني الشرعية يعني تعاني من مشاكل كثيرة، لكن هي اليوم أقوى من أي مرحلة سابقة. اليوم الحكومة الشرعية أقوى حتى من 21 سبتمبر حتى، وبالتالي لا يمكن أبدا اليوم أن نقبل بحل من هذا النوع ونحن نمتلك الأرض ونمتلك السلاح ونمتلك القوة ولدينا دعم كامل من الإقليم، بما يعني اليوم وكأن نحن يعني نوقع وثيقة استسلام ونحن في حقيقة الأمر نحن منصورين على الميدان، والانقلاب يعاني من ضعف ويعاني من هشاشة وهناك صراعات داخلة وغير قادر على إدارة دولة، وبالتالي هذا الحل وكأنه يريد مفهوم من الأقوى والمنتصر أن يستسلم ليعيد إنتاج هذه الحركة الكهنوتية، بمعنى أن هناك مؤامرة. طيب دعنا نبقى عند هذه النقطة، أي الخيارات المتاحة أمام الشرعية، لكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أحيل هذا السؤال إلى الضيف الذي ينضم إلينا الآن، قائد قوات الاحتياط اللواء سمير الحاج. مساء الخير سيادة اللواء. مساء النور أخي العزيز، حياك الله. أهلا بك سيادة اللواء. هناك موقف رافض من قبل الرئيس هادي والحكومة لخطة السلام المقدمة من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، إذا ما هي الخيارات المتوفرة أمام الشرعية في هذه اللحظة؟ أولا إذا أردنا، شكرا لك أول أخي الكريم والمشاهدي قناة بلقيس، إذا أردنا أن نحدد حقيقة يعني أن توصف بهذه المبادرة بأنها مبادرة سلام، أنا في تقديري يعني ربما الاسم غير مناسب، يعني لأن تحمل أفكار ونفسية وروح طرف واحد في المعادلة السياسية والعسكرية. بالنسبة للخيار طبعا في الأول والأخير نحن لسنا ليس لدينا إلا خيار واحد فقط، إن لم ترعوي هذه الميليشيات وتعود عن غيها وتقلع عن هذه الممارسات التي أوصلت الشعب اليمني إلى الحضيض اقتصاديا وسياسيا وحتى اجتماعيا، فليس هناك خيار إلا أن كما أنها أصرت أن تسيطر على الدولة بالقوة وأن يعني تعبث مقدرات الدولة بالقوة، فلا بد أن تردع بالقوة لكي تعود إلى خارطة الوطن وتتحول إلى مواطنين صالحين. أعتقد الخيار أصبح الآن واضح وحاسم، الشرعية حسمت خيارها بأنه ما لم يكون هناك حل عادل ومقبول يعني يرضى به جميع الأطراف ويكون يتواكب مع ما هو موجود على الميدان، كما قال أخي وصديقي الشرعية تسيطر على 8% من الأرض، اليوم حكومتها أفضل، مرتب أوراقها أيضا، الوضع نقول حتى الاقتصادي بدأ يترتب بعودة البنك المركزي إلى محافظة عدن بانتقاله وهكذا، ومن ثم ليس هناك خيار الآن أمامنا كعسكريين إلا أن يعني نحزم أمورنا ونتوكل على الله لاستكمال ما تبقى من طيب الأرض. هذا يدفعني إلى التساؤل سيادة اللواء، أنه في الفترة الأخيرة كان هناك ما يشبه الجمود في العمل العسكري على الرغم من التقدمات، يعني منذ أن كانت هناك معارك في صرواح واستشهاد اللواء عبد الرب الشدادي جمد العمل العسكري، هل الخيار العسكري مطروح بنفس القوة التي كان عليها في السابق أن هناك ضغوط دولية فعلية على الحكومة تمنع ذلك؟ أنا لا أريد أن أنكر بأن هناك ربما يعني نقول استجابة لبعض المتطلبات الدولية في أنه لابد من يعني محاولة الوصول إلى حل سياسي طبعا يعني يوفر على اليمنيين جزء من الدماء للسؤال، ونحن الحقيقة الحكومة ولا الرئاسة وحتى الجيش في الأخير نحن نستشعر بأننا في الأخير هذا الشعب كله نحن مسؤولين عنه، ومن ثم أي حلول ستؤدي إلى حقن دماء هؤلاء الناس الذي يقوم بقتلهم الميليشيات يوميا، نحن في المحصل نريد أن يعني نكون اللاعب الأساسي فيه، لأن نحن الذي نتأثر عندما يتأثر الوطن ويتأثر المواطن. الحقيقة ربما الآن الأمور أصبحت كل الخيارات مفتوحة، ولعل الخيار الأنسب والأفضل الآن وربما الطبيعي أنه أن يعود الانقلابيين إلى رشدهم أو أن يتحرك الميدان بشكل أكثر وأفضل مما كان. طيب بسؤال أخير سيادة اللواء، موقف التحالف يبدو قريب من القبول بالخارطة، خاصة أنها جاءت كنتاج لاجتماع الرباعية كما قال ولد الشيخ، في حال مضت الحكومة في الخيار العسكري وفقا لذلك هل ستمضون منفردين هذه المرة؟ أولا من حيث أنه التحالف حسب أمره في اتجاه الموافقة على الخريطة، أعتقد ربما
السياسيين أفضل مني في الإجابة على السؤال. أعتقد أنه إلى الآن الأمور ليست بالشكل الذي نشر في بعض وسائل الإعلام، لكن نعم. دعني أؤكد، هي الفكرة سيادة اللواء، هي الفكرة أنه هل قادرة القوات العسكرية اليمنية أن تحسم معركة العسكرية مع الإنقلابيين بمعزل عن وجود التحالف العربي بجانبها؟ أنا أقول لك جازما، رغم احتياجنا الكبير لإخواننا في التحالف، لكن اليوم الجيش أصبح يعني لديه من الجهوزية ما يتحرك وينهي ما تبقى من الانقلاب. نحن هنا لا نقلل من شأن يعني قوة وتأثير تدخل أشقائنا في إدارة المعركة، لكن جهدهم أيضا هو الآن الذي سينتج عن طريق يعني أفراد ومنتسبي الجيش الوطني في تنفيذ المهام القادمة، الذين تلقوا التدريبات والتأهيل الكبير عن طريق إخواننا وأشقائنا في التحالف. أشكرك سمير الحاج، قائد قوات اللواء سمير الحاج، قائد قوات الاحتياط، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى الأستاذ نجيب غلاب. أستاذ نجيب، اليوم الرئيس هادي عاهد الشعب على رفض هذه الخطة، كذلك رفض كل ما من شأنه الانتقاص من تضحية اليمنيين. برأيك ما الذي تستند عليه السلطة الشرعية في رفضها القوي لهذه الخطة؟ لا تستند، أولا أن الشرعية هي من تمثل الدولة اليمنية وهي صاحبة الحد، ولن يتمكن أي طرف خارجي من إجبار اليمنيين على قبول يعني على قبول أي حلول خارج إطار المرجعيات. بالنسبة لنا المحددات الأساسية لأي حل هي المرجعيات، أي حل خارج هذه المرجعيات هو مرفوض 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 كما قال رئيس الجمهورية، وهو لا يعبر عن نفسه، هو يعبر عن إرادة شعبية. الإرادة الشعبية اليوم هي المرجعية الأساس بالنسبة لنا كلنا، يعني كل أطراف الشرعية والحكومة الشرعية، إرادة الشعب هي المرجعية الأساس، وإرادة الشعب هذا موجودة ومجسدة من خلال مخرجات الحوار ومشروع الدستور وآلية انتقال السلطة في المبادرة الخليجية وأيضا قرار مجلس الأمن. وبالتالي أي خروج عن هذه المرجعيات، أنا أعتقد أنه أن الحكومة الشرعية والشعب اليمني يمتلك الأدوات الكافية لإدارة معركتها، فقط محتاج إعادة تنظيم أنفسنا. ودول التحالف لن تعترف لا بالانقلاب ولا بأطرافه، ونحن من يمثل الحكومة اليمنية علينا أن نرجع إلى الداخل، نؤسس دولتنا في المناطق المحررة، ثم تستمر عملية التحرير الوطني يعني حتى يتم تحرير صنعاء وتحرير صعدة. يعني معركتنا قد تطول نوعا ما، لكن بالأخير لن نستسلم ولن نخضع لأي حلول. هي معركة إجبارية فرضتها علينا إيران والميليشيات، وفرضتها علينا مشروع الإمامة الكهنوتية، ولا خيار أمامنا إلا أن ندافع عن جمهوريتنا. نحن الآن في حالة دفاع على النفس حكومة وشعبا، وبالتالي علينا أن نستعد لإدارة معركة طويلة. الحركة الحوثية كونوا على يقين كامل لن تقبل بأي حل، إلا حل وحيد هو أن يستسلم الشعب اليمني لهم، وأن يكونوا هم أصحاب الشرعية، وأن يخلقوا نظام كهنوتي شامل يحكم اليمن. وهذه المسألة لن يقبلها اليمنيون، فقط علينا أن نعتمد على أنفسنا وأن نكون موجودين في الميدان، ولن يتركنا أخواننا العرب، ولن يتركنا حتى العالم، لأن نحن طيب لهذه النقطة الشرعية. طيب في هذه النقطة أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن الخبير العسكري السعودي اللواء ركن طيار محمد القبيبة. مساء الخير سيادة اللواء. يا أهلا، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين، ومسي أيضا كذلك على الأخ الزميل الدكتور نجيب. حياكم الله، أهلا وسهلا سيادة اللواء. يعني موقف السلطة الشرعية يبدو حاسما تجاه خطة ولد الشيخ، هل موقف التحالف بهذا الحسم أيضا، أم أن هناك نوع من رؤية أخرى لدى السعودية ودول التحالف؟ أولا يعني حضرتك طرحت أسئلة جد من الأهمية بمكان أنه يعني نركز في، أو أنا شخصيا لابد أن أركز في الإجابة، وأضيف وأضم صوتي إلى الدكتور العزيز الأخ غلاب. موقف دول التحالف يعني بغض النظر عن ما تم طرحه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت عامة، موقفها واضح. هذا الصراع صراع يمني يمني،
دول مجلس التعاون أو عفوا دول التحالف هنا تدعم الشرعية كحق يعني للجيرة وكحق دولة جارة وكحق يعني دولة من ضمن دول جامعة الدول العربية وجار يعني بالأكثر من أهمية أنه جار. هذا أولا. ثانيا الأخ الدكتور نجيب غطى كثير من المفاهيم السياسية، ولكن أنا ودي أضيف هنا حاجة نقطة مهمة يعني بأنه ما يقرره فخامة الرئيس هادي وما يراه الرئيس هادي هو الذي لابد أن يلتزم فيه سواء المجتمع الدولي أو الأخ إسماعيل ولد الشيخ. فمقررات الرئيس هادي من أنا رأيتها شخصيا وأنا يعني أراقب المشهد من بعد كانت فيها حق بأنه لابد من يعني طرد هذه الجماعة والوقوف حتى إلى آخر رمق، وليس يعني كما يحاول ابن الشيخ أو المجتمع الدولي. أنا لما لا يعني أعول على ابن الشيخ كثيرا بأن ينقل الصراع بأن هذه جماعة انقلابية لنتفاوض ونأتي بهذه النقاط حتى إيش حتى يعني نضطر بالأمر الواقع أو نرضى بالأمر الواقع. لا، ليست هكذا. المفاوضات لا يجب أن تكون مع جماعة انقلابية، فقط تفرض عليهم الشروط. وكما ذكر سعادة اللواء سمير قبل شوي في حديث قال إذا لم تتم المعالجة السياسية صحيح في هناك تأخر عسكري ولكن سوف يستمر الأمر العسكري. فأنا ألخص كلامي بنقطتين: ما يراه فخامة الرئيس هادي لمصلحة شعبه ولمصلحة وطنه ولمصلحة أمته وللتاريخ. الرئيس الآن يصنع التاريخ، فخامة الرئيس يصنع التاريخ بأنه لم يرضى بأن هذه الجماعة الانقلابية تتحكم بالسلاح، ولم يرضى بأن هذه الجماعة الانقلابية تبقى ويجب أن تحاكم. فنحن الآن نأخذها خطوات. أما من ناحية أنه ابن الشيخ أتى بها إلى المملكة العربية السعودية أو سوف يأتي بها إلى المملكة العربية السعودية اللي عرضها على دول التحالف وقد يوافقون، أنا لا أتفق في هذا الرأي. دول التحالف لم تتجه إلى هناك إلا لنصرة فخامة الرئيس وتجار العزيز اليمني. فبمجمل الكلام العمل السياسي يستمر وقد أسهب في حضرة الدكتور نجيب، والعمل العسكري أضم صوتي لصوت اللواء سمير، أقول هنالك حيكون عمل عسكري طيب. مرتب يعني الآن ثواني بالله خليني بس أوصل نقطة مهمة. فضل. الآن أنت سألت السؤال جد مهم وخطير، هل تستطيعون العمل بمفردكم من دون وجود دول التحالف؟ أنا ما أقول لك أنه نعم أو لا، لا أقول لك دول التحالف وجودها هناك لدعم القضية اليمنية، فلن تعمل قوات الجيش الوطني أو المقاومة من دون التحالف، لأن هذا مفهوم لا يجب أن يذكر في الإعلام، لا يجب أن يطرح. إنما نحن يدا واحدة نواجه خطر، الدكتور نجيب ذكر هذا الخطر العظيم الذي هو قادم إلينا من الدولة من الفرس. هذا هو الخطر الذي الآن يعثو فسادا في الموصل. طيب هي هذه النقطة، هي هذه النقطة سيادة اللواء التي تطرح أن الصراع ليس يمنيا في نهاية المطاف بل يمتد أكثر من ذلك. لكن على الناحية السياسية السعودية وفقا أنها كانت في اجتماع الرباعية ممثلة بوزير خارجيتها عادل جبير وافقت في نهاية المطاف وإن مضمونا وإن شكلا عفوا على هذه الخارطة، لأنها كما صدر من ولد الشيخ جاءت نتيجة لاجتماع الرباعية. هذا الأمر يعطي نوع من المخاوف للشارع اليمني من الموقف الحقيقي ومقدار الدعم الذي سيكون للحكومة الشرعية والقوات العسكرية اليمنية من قبل التحالف. هل سيستمر التحالف في تقديم الدعم لوجستيا وكذلك عسكريا أم لا؟ ما دام أن هذه الجماعة الانقلابية متواجدة وما دام أن الخطر لا زال يعني مستمرا ويزداد، فتقوى تأكد لأن ما قاله فخامة الوزير الخارجية السعودي ومعالي وزير الخارجية السعودي إنما هو من الدبلوماسية، بحيث أن لا يجب أن يرفض الحلول السياسية، يجب أن ترفض كلية. لا، هنالك حلول وليس بالضرورة تقبل كاملة. لا، أنا يعني زي ما قلت لك يجب أن يكون هنالك الوسطية في العمل. ولكن نعود إلى نقطة الدعم، نعم سوف تستمر في دعمها إما عسكريا أو سياسيا أو إعلاميا أو اقتصاديا، سوف يستمر. لأن المشكلة ليست المشكلة، وأنا اعذرني إن كنت أقصد لا أقصد بأنه المشكلة يمنية، لا، هذه مشكلة للمنطقة بأكملها.
يعني ليست فقط نظرة قصيرة أن يقول اليمنية مني، ولكن أقول من سوف يحل المشكلة، من يحلها سوف غير أبناء اليمن. لذلك الدعم سوف يستمر، ليس بالضرورة أن نكون هنالك دعم سياسي. وأنت أدرى سيدي الفاضل بأن الأمور الدبلوماسية فيها ضبابية وفيها يعني مفهوم صعوبة تنبؤ بما سوف يحدث. وإلا أنا شخصيا أرى أن ابن الشيخ لا يجب أن يطرح مثل هذه الحلول، يجب أن يستمر النقاش، ولكن العمل العسكري لا يجب أن يتوقف. وذكرت ذلك كثيرا وتكرارا أن العمل العسكري هو الآلة الوحيدة، هي التي ترجح المشاورات، هي التي ترجح الكفة. وعندما يستمر العمل العسكري، أنا بس أنا يعني ودي أقول نقطة مهمة، عندما يتوقف العمل العسكري لا يتوقف العمل العسكري فقط للمفاوضات، إنما هي ترى لأنه الآن من اللي واجه الانقلابيين مباشرة الجيش الحديث، الجيش اليمني، المقاومة هي التي تواجه مباشرة، هي التي تواجه الانقلابيين مباشرة. لذلك لا بد من التروي في العمليات العسكرية، لا بد من التريث. نحن نتحدث عن 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 صراع عسكري مفهوم. لا يأتي إلى الصراع التقليدي. هنا جماعة انقلابية تتمترس في الجبال، يعني تتميز بعمليات القنص، تتميز بعمليات الضرب والهروب. لذلك لا بد من التريث. ولكن أكرر وأعيد سيدي الفاضل، الدعم سوف يستمر من قبل دول التحالف، الدعم سوف يستمر من حتى من الحكومة الشرعية، ونعمل كلنا جميعا بأن نأخذ المجتمع الدولي بأن يدعم هذه القضية التي هي من الأهمية بمكان بأن ننتبه لها المجتمع الدولي. الخبير العسكري اللواء ركن طيار محمد الخبيبان كنت معنا على الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود بعودة أخيرة للأستاذ نجيب غلاب. أستاذ نجيب، يعني وفقا للمعطيات الحالية سواء من رفض الرئيس هادي القاطع، ضبابية موقف الحوثيين، ومساعي ولد الشيخ الموجودة، إلى أين تتجه المسار السياسي بداخل اليمن أو للملف اليمني في قادم الأيام؟ أولا المسار السياسي لن يتوقف، وسيكون هناك جولات من اللقاءات ومحاولة الوصول إلى سلام، وكل طرف سيطرح رؤيته. يعني ما زال الباب مفتوح لهذه المسألة، يعني لن يغلق لا من قبل الشرعية ولا أطراف الانقلاب. ستغلق يعني مسألة الملف السياسي، والمجتمع الدولي سيستمر في ممارسة ضغوطة، والأمم المتحدة أيضا وظيفتها الأساسية هي أن تحاول أن توفق بين الأطراف، لكنها لديها خلل فيما يخص مسألة فهم أن هناك انقلاب أنهى يعني جرف عملية سياسية ويحاول أن ينهي الشرعية، وهي تحاول أن تصل إلى حلول وسطى. هذه الحلول الوسطى بشكل أو بآخر ليست وسطى، بل وكأنها شرعنة كاملة للانقلاب وإلغاء الشرعية. وهذه المسألة يعرف بشكل جيد أنها غير مقبولة، وبالتالي أنا أعتقد أن العمل السياسي سيستمر، لكن علينا نحن كيمنيين وشرعية وأطراف شرعية وشعب يمني أن نستعد استعداد كامل لإدارة معركتنا. هذه معركة يعني معركة مصير ومعركة وجود، ولا يمكن أبدا تقديم تنازلات فيها نهائيا ومطلقا. حتى لو اجتمع العالم كله وحاول أن يمارس علينا ضغوط، الحوثية لم ترضخ لأي ضغط، لا للضغوط الإقليم ولا لضغوط الأمم المتحدة ولا لضغوط الإقليم. والطريق الوحيد لممارسة الضغوط عليها هو أن نرتب صفوفنا وأن ندير معركة شاملة، ليس فقط عسكرية، بل معركة سياسية وعسكرية ومدنية وتطبيع الأوضاع وتأسيس الدولة وترتيب أمور الاقتصاد. هي معركة وجود ومصير بالنسبة لنا. نحن نحمي جمهوريتنا ومستعدين أن نقاتل حتى آخر الزمان، لكن لن نستسلم لهذا الكهنوت. هذه مسألة مستحيلة. لو رتبنا صفوفنا بشكل جيد، أنا أعتقد أن النص سيكون قادم وبأسرع مما نتخيل. أشكرك رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات أستاذ نجيب غلاب، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزميل كمال حيدرة منتج الحلقة، وتحيات أفراد طاقم الفني. إلى اللقاء.